أبيش توصفين لي سنة 2021 في كلمة واحدة. مرعبة. شوفي حبيبتي، هي السنة هذه اللي مرت، يعني مرت أيام علينا الله يعلم فيها. سنة 2021 يعني سنة تحدي. وصف لي سنة 2021 في كلمة واحدة. بايخة. فخر. فخر بمملكة البحرين بالإنجازات اللي سوتها في هالعزبة. Not that bad. Fantastic. Yes. Yes, why not? متعبة. سريعة. ما أقدر أوصفها بكلمة واحدة. ما أقدر. يعني الحب. 2021 سنة التحديات. كنا معاكم في منامة فيستيفال في الواتر جاردن سيتي، وكل عام وانتم بخير.